بكتبنا الشيعة موجودة هاي الرواية؟ يا فندم، عندنا موجودة في كتب الشيعة. أي كتاب؟ أي كتاب؟ حضرتك سني بقى، أنت بتسأل عن الشيعة يا فندم، حضرتك بتسأل عن الشيعة بس سؤال، حضرتك شيعي ولا سني؟ جاوبني. أنا شيعي. اللهم لك، كذبت لي وقلت لي جاوبني كسني. أيوه أنا شيعي. فإني رأيت رسول الله يفعل هذا. عايز ثاني يضيفنا ولا ما عايز ثاني؟ كده كده عليك. ورحمة الله وبركاته، اتفضل. ممكن سؤال شيخنا العزيز؟ اتفضل معايا يا فندم. مدني من العراق. شيعي؟ مسلم والحمد لله. طيب شيعي؟ مسلم والحمد لله. طب آخر مرة يا فندم شيعي؟ وليش تسأل؟ لا عشان هجاوبك، لما أجي أجاوبك هجاوبك كسني ولا شيعي ولا خارجي ولا ماتوردي ولا هجاوب على أي عقيدة هجاوبك؟ لا جاوبني كسني. جاوبك كسني، طيب سؤالك يا فندم اتفضل. سؤالي، الأرجل بالوضوء تغسل ولا تمسح؟ تغسل يا فندم. هو يقول وامسحوا بأرجلكم. مش أنت قلت لي هجاوبك كسني يا فندم ولا عايزني أجاوبك كشيعي؟ أجاوبك كشيعي، أثبت لك أن الإمام غسل. أجاوبك كسني، عندي الروايات أن النبي غسل. فحضرتك تختار إيه في الاثنين؟ تختار كشيعي أطلع لك قول الإمام بالغسل ولا أطلع لك كسني برضو النبي بالغسل؟ تختار إيه؟ يعني اطلب تجد، عندنا ده وعندنا ده. تمام؟ شيخنا أنا عندي سؤال يعني دايخ به. أنا أول سؤال جبتك عليه الآن، حضرتك تفهم القرآن أكتر ولا الإمام علي يفهم القرآن أكتر؟ أكيد النبي محمد يفهم القرآن أكثر. النبي غسل. أصحابه الإمام علي. أحسن، النبي غسل قدمي. وحضرتك الآن تصدق النبي أم لا؟ أنا أصدق القرآن. يا الله المستعان. ما إحنا قلنا هنصدق القرآن، والذي فهم القرآن هو النبي وأصحابه. يبقى إذا حضرتك الآن لما تيجي تعرف هذه الآية، وأرجلكم ولا وأرجلكم، جاءت بالنصب ولا بالكسر يا فندم؟ عطفت على مسح ولا عطفت على الغسل؟ ما اعرف انت. ما طالما ما تعرف بقى حضرتك، الايه جاءت بالنص منصوبه لانها جاءت على الغسل التي هي منصوبه. فاذا حضرتك سياق اللغه العربيه واضح جلي. ثم بعد ذلك نعود الى افعال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، نجد ان النبي غسل وعلي بن ابي طالب غسل. فحضرتك عندك سؤال ثاني يا فندم ولا ما عندك؟ كتبنا الشيعة موجودة هاي الرواية؟ يا فندم، عندنا موجودة في كتب الشيعة. أي كتاب؟ أي كتاب؟ حضرتك سني بقى، أنت بتسأل عن الشيعة يا فندم، حضرتك بتسأل عن الشيعة بس سؤال، حضرتك شيعي ولا سني؟ جاوبني. أنا شيعي. اللهم لك، كذبت لي وقلت لي جاوبني كسني. أيوه أنا شيعي. حضرتك كذبت لي وقلت جاوبني كسني. أنا قلت لك مسلم. مسلم. شوف أنا مسلم. ما أنا سألتك سؤال لما قلت لي مسلم، قلت لك أجاوبك بكتب الشيعة ولا بكتب السنة؟ قلت لي لا جاوبني كسني. حصل ولا ما حصل؟ الآن عايز دلوقتي الغسل يا فندم. حصل. خش قناة في اليوتيوب دلوقتي، قناة أشرف غريب، هطلع لك الرواية قدام الناس المشاهدين. منتظرك هناك. تعالى لي يا تعالى لي. تعالى لي قناتي في اليوتيوب يلا. أول ما تيجي عندي بس هنا في الـ في الـ في اليوتيوب يا جماعة الخير، خليه يكتب رقم 12 على التكست. خش اليوتيوب عندي دلوقتي عشان الرواية أطلعها لك. تمام؟ دخلت اليوتيوب ولا لسه؟ طب نطلع رواية إخواننا أهل السنة، عشان برضو نعرفهم المصادر والروايات. موجودة كتير على فكرة الروايات، بس هنطلع له واحدة يعني. تمام؟ مستدرك الوسائل للميرزا النوري في الجزء الأول كما يظهر على الشاشة أحبات الكرام، صفحة 305. وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله بحيث رأى أصحابه ثم توضأ فغسل وجهه وذراعه ومسح رأسه ورجليه، يعني إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات، عن ثم الوضوء في تمام الصلاة، اغسل كفيك ثلاثة وتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاث مرات واغسل وجهك ثلاث مرات ثم يدك اليمنى ثلاث مرات ثم يدك إلى المرفق ثم يدك الشمال ثلاث مرات إلى المرفق ثم امسح رأسك ثم اغسل رجليك اليمنى، اغسل رجليك اليمنى ثلاث مرات ثم اغسل رجليك اليسرى ثلاث مرات، فإني رأيت رسول الله يفعل هذا. دي رواية من الروايات الموجودة يا إخواننا الأحبة، بارك الله فيكم في هذا الأمر. تمام؟ ده أيضا في كتاب تهذيب الأحكام في الجزء الأول صفحة 99. تمام؟ وأنت إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك. رواية اهي. عايز ثانية يضيفنا ولا ما عايز ثانية؟ كده عليك.